السوشيال ميديا اللي هو غادي يشتغل الان على يعني نمط اخر او طريقه اخرى ديال العمل الصحفي وربما حتى العمل الجمعوي لاننا كنشاركوا ما بين العمل الصحفي والعمل الجمعوي وكنعملوا هذا اللقاء هذا اليوم في المقر الجديد اللي الحمد لله الان بدا كيتعرف وحضروا جميع يعني تقريبا سياسيين هنا بلجيكا من برلمانيين ومن وزراء الى غير ذلك باش يشجعوا هذه المبادره الجميله ودينا في هذا المشروع يعني بواحد القوه من البدايه والان السنه الرابعه ديال العمل الجاد والعمل اللي كنتمناو من خلاله اننا نوصلوا للهدف الاساسي اللي هو التعايش السلمي بين جميع اطياف الشعوب المتواجده في بلجيكا بين جميع شرائح المجتمع كما كان النوع ديالو بين اليهود والنصارى والجهات الاخرى او الناس الاخرين فالحمد لله كان لقاء ناجح وكان حضور قوي جدا وكنتمناو التوفيق ان شاء الله لهذا المشروع الجميل. Je suis très heureux d'être ici à l'inauguration des nouveaux locaux de Al-Mouatin. Al-Mouatin qui est un média avec différentes facettes, la radio, mais aussi Web TV, et tout ça évidemment va dans le bon sens du pluralisme. Et Wentman, Inch'Allah, beaucoup de réussite à Al-Mouatin qui le mérite. Inch'Allah, Ntlaqaoub chez Mouna Saba. A très bientôt. Bonjour, je suis ravie d'être présente aujourd'hui à l'inauguration de ce nouvel espace pour Al-Mouatin, ce média complet radio-télé qui est animé par Lahsen Hammouche. Je suis vraiment très fière d'être à ses côtés pour le soutenir et puis je vous souhaite en tout cas à vous, auditeurs, téléspectateurs, le meilleur et surtout de suivre les programmes d'Al-Mouatin. طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحال حنا كنتواجدوا هنايا في البنايه والمكاتب ديال راديو المواطن احنا فرحانين وسعداء بالتواجد ديالنا هنايا لان هذه الاذاعه هذا الراديو اللي انطلقت في 2015 بعد الاحداث الارهابيه اللي مست مدينه باريس الفرنسيه اشتغلت منذ تلك الفتره الى الان على العيش المشترك والجمع ما بين مكونات المجتمع من مسلمين ويهود ومسيحيين وعلمانيين فبالتالي نحن نشجع هذا العمل ونعتبره جزء لا يتجزأ من الاهداف ديالنا اللي كنعملوا عليها واللي كنشتغلوا عليها وإذاعة المواطن في الحقيقة أثبتت جدارتها وأثبتت قوتها وأثبتت صلاحيتها في هذا الميدان حيث أنها أعطت الكلمة لكل مكونات المجتمع وساهمت بشكل فعال وجدي في بناء مجتمع السلم مجتمع العيش المشترك مجتمع الاحترام المتبادل. Je suis très heureux de participer à cet événement donc l'inauguration de Radio Al-Mouatin à Bruxelles en plus un outil d'information de l'université. Et donc, c'est des très beaux locaux, bien adaptés. Je leur souhaite tout le bonheur. Dans la diffusion d'une information objective à destination de toutes les communautés composant notre société. قناة مواطن تي في داني تيكي بروكسل كيما لومبيك بالخصوص يعني بالنسبة غير شنين إمغربيان مازيغان إبرجيكيان يعني الأجناس المختلفة ديج الفرصة مهمة بالنسبة غير شنين باش نحاول غير المستقبل نسمسكا يا ويا انا نسيورك ويا ويا وثانيا نفكا كاع المشاريع اللي تهمني يعني جميع يعني الاجناس المتواجده داني تيكي بروكسل ونخرق يجن الجو مناسب للتعايش. التواجد ديالي اليوم في هذه المناسبة هو إشارة إلى إحداث هذه الإذاعة المواطن التي تسعى إلى ربط الجسور بين الجاليات المختلفة والهدف من هذه القنوات الجديدة هو التواصل مع المجتمع البلجيكي والجاليات الأجنبية اللي كاينة في بلجيكا.